ليس هنالك إنسان صادق عندما يقول أنا والله كيف أتواضع، أنا أعود إلى نفسي أبحث عن عيوب لي لا أجد عيبا، أبحث عن أغلاط وقعت فيها أبدا لم أجد غلطا وقعت فيه، أبحث عن معاصي أوزار لا الحمد لله ربي جنبني المعاصي والأوزار كلها. الإنسان الذي يقول هذا هو المدعي وهو المستكبر، وهذا محجوب عن الله، محجوب عن حقوق الله المتراكبة والمتراكبة عليه. نعم، من الذي يقول هذا الكلام؟ من هو هذا الذي أدى حقوق الله كاملة عليه، لا يخطئ في حقه ولا ينحرف في حقه أبدا، يسير تماما كالرسل والأنبياء على النهج السوي على أعلى درجات الاستقامة؟ لكن الرسل ما قالوا هذا الكلام، الأنبياء ما قالوا هذا الكلام. نعم، كم وكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر، وهل يستغفر الإنسان إلا من الذنوب؟ إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، والحديث صحيح. نعم، أنت بعد سيدنا رسول الله تقول أما أنا فليس لي ذنب يدعوني إلى الاستغفار، هذا الموقف هو أكبر دليل على أنك محشو بالذنوب والآثام. وكلما ارتقى الإنسان صعدا في درجات القرب من الله كلما ازداد شعورا بثقل حقوق الله عليه، ومن ثم ازداد شعورا بتقصيره في جنب الله عز وجل. نعم، حقوق الربوبية كبيرة وكثيرة جدا. نعم، والدي رحمه الله أنا لا أشك أنه كان من الأولياء، ما كنت أستطيع أن أقول هذا الكلام في حياتي، كنت ممنوعا من هذا الكلام، لكن الآن أنا في حل أن أقول هذا الكلام. لكن ما يجلس إليه رجل يعني ينطق بكلمة تبجيل بكلمة ثناء زائد عليه إلا ويوقفه عند حده ويقول له لو جاز لي أن أكشف ستر الله عني لرأيت أني مجموعة أخطاء وآثام ومعاصي ولما نظرت إلي، لكن الله أمرني بالستر ولا يجوز لي أن أفضح نفسي ولا يجوز لي أن أكشف سترا أسبغه الله عز وجل علي، فأنا الآن أسكت وأصمت. طيب، لم تأخذ كذا.